دل على السلامة يا سعد بيه. هو ايه اللي حصل؟ السكر عندك وصل 500. 500؟ وده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك عندك سكر. سكر؟ وخلي بالك ده مرض لازم تصاحبه، لأن مزمن وعيش معاك طول العمر. أنا عندي السكر؟ ما تقلقش قوي كده، نص مصر عندها سكر، وفي بعض الأطفال عندها نفس المرض. وده جالي من إيه؟ وضع إن كان عندك استعداد من الأول، ولما اتعصبت ظهر عليه. يعني في أمل لو هديت أخف منه؟ للأسف لا، حالة السكر عندك مزمنة، ويا ريت تبعد عن السكر والنشويات. وأنا هكتب لك دلوقتي بعض الأدوية. ما اقدرش ابعد عن النشويات والسكريات، دول اكتر حاجه بحبهم في حياتي. هتضطر تبطلهم والا هتموت. ادرو الشته واشوفك بعد يومين. السلام عليكم. انا عندي السكر. سلامتك يا سعد. جاية تشمتي فيا؟ أنا يا سعد أشمت فيك؟ أمال اللي حصل لي ده إيه؟ مش كله بسببك؟ بسبب أنا؟ ليه؟ عشان مش عايزة تديني فلوسي. دي فلوس أنا يا سعد، ومش هديها لك عشان تضيعها زي ما ضيعت اللي عندك. أنا مش هقعد لك في البيت. رايح فين يا سعد؟ أنت لسه تعبان. هروح في داهية. مالكيش دعوة بيا. حاسة إني هموت لو اتجوز عليا. يا لهوي، وتفتكري ممكن يعملها يا زيتشي؟ دماغه بتجيب وتودي، وانا عذراء؟ الراجل عايز يشوف له عيل. يو، اما امرك عجيب يا ستي، منين هتموتي لو اتجوز عليكي، ومنين بقى بتوجدي له الاعذار؟ عشان العيد مش منه، ذنبه ايه يزرع في ارض بور ما بتطرحش؟ استغفر الله العظيم يا رب، هدي نفسك يا ستي، ما تعمليش في نفسك كده. وحتى لو اتجوز عليك، لا انت هتكوني اول ولا اخر واحده جوزها يعمل معاها كده. الاهم من ده كله انك تفضلي على ذمته. خايفه قوي من اليوم ده يا نواشي، يا رب اموت قبل ما اشوف. يخشى اللهم احفظنا، بعد الشر عليك يا ستي، ما تقوليش كده، ان شاء الله عدوينك يا رب. يا رب. نادى نادى فرحات، في ايه يا بنت؟ في موضوع مهم عايز اقوله عليك. خير؟ ايه الحكايه؟ مصيبه يا راجل، مصيبه. ايه في ايه يا بنت؟ انا حامل. ايه؟ بقول لك حامل، ولازم تشوفني صرفه دلوقتي قبل ما بطني تكبر وتبقى فضيحه. وفيها ايه؟ ما تسقطي نفسك. ازاي يا فرحه؟ وانا اللي هقول لك ازاي؟ ده شغل نسوان. بقول لك ايه يا رجب، انا ماليش فيه، زي ما ورطتني في الموضوع ده هتخلصني منه. خلاص خلاص، وطي صوتك. حتى عليا اخر النهار اكون قلبت الموضوع في دماغي، وان شاء الله الاقي حل. اوعى تخلى بيا يا رجب. اخلى بيكي ازاي يا بت؟ ده انت الحب كله، انت حبيبتي يا فرحه. يلا انت دلوقتي، يلا يلا يا بت. انا كنت ناقصك انت كمان. يا كبد عليك يا ابني، سلامتك يا حبيبي، الف سلام. يا اخويا انت لسه صغير على الهم ده كله. شفت اللي جرالي يا امي؟ يا ما حذرتك يا حبيبي انك ما تمشيش في سكه الحرام. ما سمعتش كلامي، ما فيش فايده. النبي يا امي كفايه الكلام ده، انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني. لكن قول لي بقى، انت ليه جايب شنطه هدومك معاك؟ اتخانقت انا ورشا وسبت لها البيت. اتخانقت معاها؟ وده وقت تتخانق معاه؟ اما بنت ما عندهاش دم صحيح. ظاهر يا امي ان انت كان عندك حق. يعني عرفت دلوقتي؟ عرفت انها ما تنفعكش؟ رفضت تقف جنبي وتساعدني. ما هي جعانه زي اهلها. هي جعانه دي بقى انا شبعتها، واديتها 1,000,000 جنيه، وكتبت لها الفيلا باسمها. كتبت لها الفيلا باسمها؟ اخص عليها الواطيه. الست اللي ما تقفش مع جوزها في محنته ما تستاهلش عطفه وحنيته. انا تعبان قوي يا امي. يلا هطلع انام، جايز لما انام استريح وانسى اللي انا فيه. طيب يا حبيبي اطلع انت نام وارتاح، اكون انا جهزت لك الغدا، وهترتاح في اوضه اخوك اشرف. ليه هي اوضتي راحت فين؟ مرات ابوك قاعده فيها. وده كلام يا امي؟ ايه اللي جابها هنا؟ رفعت علينا قضيه بتطالب بحقها في الفيلا والمحل والمدبغه. قلت خلاص احلها ودي وتيجي تعيش معانا هنا. يعني تجيبي ضرتك تقعد معاكي هنا في البيت؟ طب اعمل ايه بس يا ابني؟ هي في ناحيه وانا في ناحيه، ماليش دعوه بيها خالص، وانت عارفني كويس يا سعد، ما احبش اكل حق احد، وده حق ربنا يا ابني. والله حرام اللي بيحصل لي ده. معقوله يا ربي؟
يعني طارق ياخد فلوسي ورشا تاخد فيلتي حتى قطي تاخدها نعمه؟ يا رب خدني بقى وريحني يا رب. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. استرها يا رب، استرها يا رب.